شكرا يا ابو وائل. نعود الى الاسئله حفظكم الله. هذا يسال: ما معنى الزهد وما معنى الورع؟ الزهد هو الزهد في ما لا يحتاجه الانسان، ان يزهد الانسان في الاشياء التي لا يحتاجها، ويزهد بما في ايدي الناس يحبه الناس كما في الحديث، يقنع بما أعطاه الله عز وجل. والورع هو التورع عن الحرام، تجنب المشتبهات، هذا هو الورع. نعم.